قال فقهاء الحنابلة في المشهور عنهم قالوا لو كان على الأب دين للابن فلا يجوز له أن يطالبه به، هو حق ثابت في ذمته، نعم حق ثابت في ذمة الأب، متى ما سلمه الأب يأخذه حقه، لو مات الأب يأخذه من التركة، لكن أن يطالبه بذلك ويرفع الأمر إلى المحكمة فمثل هذا لا يحق له ولا يجوز. وليست المسألة مسألة اتفاق، نعم بعضهم يقول له الحق لأن هذا مال وحق له، ولا سيما عند وجود إضرار من الأب على الابن، لكن كما قلت لكم هذا في حق المشاحنات على القول الآخر، مع أنه لا يقدم مهما كانت الأمور، مهما كانت الأمور لا تصل الأمور إلى المحاكم إذا كانت هناك أمور مادية أو ما شابه ذلك إلى المحاكم، إذا كان بين الابن وبين أبيه أي مشاحنة أو أي أمر مادي مهما كانت الأمور، بل يصبر الابن وليحتسب الأجر من الله عز وجل. ولو كان هذا الأب، لأن بعض الآباء يمكن أن بعض الأبناء يقول إن أبي لم يعرفني في طيلة حياتي كلها، وهذا واقع يقع، بعض الصور تقع، يعني من حين ما يولد لم يعرفه لا بقليل ولا بكثير، لا بأمور مادية ولا بأمور معنوية، حتى الرحمة والشفقة لم يجدها، يقول لو أنني ولدت يتيما كان أطيب وأفضل، وهذا يقع ونسأل عنه. فمثل هذا مهما كانت الأمور فلا يوصل الأمر للمحاكم، يحتسب الأجر من الله عز وجل وحقه ثابت له. ولذلك بعض الفقهاء يقول لا يحق، لماذا لا يحق له؟ لا يحق له أن يرفع الأمر إلى المحكمة بمطالبة دينه الذي في ذمة أبيه، قالوا لأن الأب جعله الشرع أن يتملك من مال ولده بالشروط السابقة، أنت ومالك لأبيك، فإذا لا يقدم. ولذلك بعض الفقهاء أخرج الأم، قال له أن يطالب أمه بدين في المحكمة، ولا تكن الأم مثل الأب، لأنهم قاسوا الأمر على حديث أنت ومالك لأبيك، وهذا ليس بصحيح، هذا قول ضعيف. فإذا كنت لا تطالب أباك بدين في ذمتي لك فمن باب أولى الأم، التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال من؟ أمك ثلاث مرات والأب مرة واحدة، فكيف يقدم على هذا الأمر؟ فالقضايا ورفعها إلى المحاكم مهما كانت العلاقة من أسوأ ما يكون بين الأبناء وأبيهم أو بين الأبناء وأمهاتهم لا يقدم مهما كان، لا يقدم ويحتسب الأجر من الله عز وجل. ولذلك ماذا قال عز وجل؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.